وعلى الصعيد نفسه استقبل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مايك ماستر بمقر إقامته في ميونخ. كما التقى العبادي المدير التنفيذي لشركة جيزيك عند ديفرنيت، حيث تركز اللقاء على أهمية الإسراع بمشروع إنجاز الجواز العراقي الإلكتروني والبطاقة الموحدة داخل العراق. هذا وقد عاد العبادي إلى بغداد فجر الاثنين بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.